مرحبا جيسي. مرحبا ماجد. هاي ديانا. اليوم بدنا نعود لمتابعة أداء القطاع التجاري تحديدا وتردي أوضاع القطاعات الأخرى ومن الصناعية وغيرها اللي كنا طبعا نهار الأربعاء ما قدرنا نتابعه. نحن مصرين أنه نشوف كيف أداء هالقطاعات وشو الأفاق بـ 2015. بأداء القطاعات الاقتصادية بلبنان ضمن دائرة الضعف المستمر من 4 سنوات. فبحسب أرقام مصرف لبنان سجل إنتاج القطاع الصناعي تراجع إلى نسبة سلبية عند ناقص 9% بالفصل الثاني من 2014 مقارنة بناقص 8% بالفصل الأول. كما تراجع مجمل الأعمال بقطاع البناء إلى ناقص 22% بمقابل ناقص 14% بالفصل الأول من 2014. أما بالقطاع التجاري فكشف نتائج مؤشر جمعية تجار بيروت فرانسا بانك لتجارة التجزئة عن الفصل الرابع تحديدا أن أسواق التجزئة ما تلقت أي عوامل داعمة للخروج من دوامة السلبية. حول أداء الاقتصادي للقطاعات الأهم بلبنان بينضم لنا عبر الهاتف رئيس جمعية تجار بيروت السيد نقولة شماس. منرحب فيك ببيروت اليوم. أهلا فيك سجاسي وشكرا لمتابعتك الدؤوبة للوضع التجاري. أهلا وسهلا سيد شماس. اليوم السؤال اللي بيطرح نفسه، شهدنا بالمرحلة الماضية بنهاية 2014 وبداية 2015 بعض الحلحلة، إن كان بالحوار القائم بين الفرقاء السياسيين وإن كان من خلال عودة الرئيس الحريري إلى البلد مؤخرا طبعا ب 2015. لماذا تبقى أو يبقى القطاع الاقتصادي الأهم وهو القطاع التجاري تحت هالضعف المستمر من أكثر من 4 سنوات؟ لكن في الما قبل والما بعد، أنا بدي أولا أقول أنه في تقاطع أكيد بكل المؤشرات الكلية والجزئية والقطاعية حول رداءة الوضع التجاري والاقتصادي خلال 2014. إنما تأكيدا على كلامك والموضوعية العلمية تقتضي أنه نقول أنه من منتصف كانون الأول لمنتصف الكانون الثاني شهدنا نوع من الارتعاش، لا يرقى إلى الانتعاش بس مجرد حركة طفيفة بسبب هدوء السياسة وبسبب هيك بدء الحوار. إنما للأسف لما صارت أحداث نيترا بالجولان انعكاساتها وصلت على الأسواق التجارية بالعاصمة وخارج العاصمة بسحر ساحر. فاليوم وضعنا هو التالي، إنه رجعنا إلى المنحى الانحداري اللي شهدناه طوال السنة المنصرمة، ونحن بنشوف إنه التعثرات عم تزيد بشكل فظيع بالقطاع التجاري، وفتنا بالحلول غير التقليدية، يعني صفينا نحن عم نتكل على الموردين مشان يمدونا بالتمويل أو عم نفتح بساميلنا، أو صفينا عم نتندل في الاقتراض المصرفي بحدود خطيرة. فكل هيدا نحن ما قادرين نكمل فيها. وأنا بشوف أنه إذا بنطلع على قدام في عوامل إيجابية، منها مثلا نجاح الإصدار الأخير يعني الخزينة اللبنانية، إنما العوامل دي هي أكبر الشهور الرئاسي المستمر وتعطل المؤسسات، يعني بالإضافة إلى يعني التحركات العسكرية اللي بعدها قائمة على حدود لبنان. فشو رح يصير بال 2015؟ كله رهن الأحداث السياسية والمؤسساتية الداخلية وموضوع الحدود، ويعني الأمراض دور الجيش الريادي يعني في موضوع حماية وتحصين الساحة اللبنانية. نعم السيد نقولة شماس، نشكرك طبعا على هالشرح الوافي لوضع القطاع التجاري الحالي.